اللواء ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي. اتفضل يا معالي النايب. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا اهلا وسهلا يا معالي النايب. تأمرني. معالي النايب، احنا بنتكلم النهارده عن ملف المصريين المقيمين في الخارج وكيفية تمثيلهم بعد تعديل المادة 244 من الدستور. لا، هو المصريين بالخارج هم جزء من المجتمع المصري وجزء لا يستهان به. هو قد يجوز حاليا دلوقتي يكون عشان موضوع كورونا مثلا عدد مثلا تقلص شويه، لكن من ضمن مكونات المجتمع المصري الكثير ما يصل الى اكثر من حوالي 10 مليون مواطن مصري بيعملوا في الخارج، وده بيمثلوا نسبه كبيره من الدخل القومي وبيمثلوا نسبه كبيره من دخل العملات الاجنبيه. اللي واجب علينا ان هؤلاء هذه النسبه لابد لها ان تمثل في البرلمان المصري. برلمان 2014، دستور 2014 يعني قال على نفسه ان يمثل جميع طوائف المجتمع من المعوقين والعاملين بالخارج والعمال والفلاحين وما شابه من الخمس فئات اللي احنا نعرفهم، والمسيحيين وذوي الاعاقه وذوي الاعاقه. كل هؤلاء مثلهم دستور 2014، ودي لاول مره تحدث في تاريخ مصر ان هؤلاء نص على تمثيلهم من خلال نظام الكوتا وبشكل لابد منه. ليه؟ لان حرص على ان يمثل فيه كل طوائف المجتمع. كل طوائف المجتمع كان من ضمنهم العاملين بالخارج، ودي زي ما بنقول نسبه لا تنسى، نسبه كبيره قد تصل في الايام العاديه الى حوالي 10% تقريبا من المجتمع كله بيطلع بيكون بره في الخارج. ولذلك احنا النهارده لما يعني بدانا بننظم عمليه العاملين بالخارج بدانا نقول ان هم لابد، طب هيتعمل انتخاباتهم ازاي؟ هل قضاه؟ هل ناس من وزاره الخارجيه؟ كيفيه تمثيلهم ازاي؟ كيفيه ادلاء باصواتهم ازاي؟ المسافات اللي بينهم وبين الاماكن دي ازاي؟ اعتقد ان كل الانتخابات عن الاخرى بيتم فيها تقديم بعض الحلول الميسره الادلاء بالاصوات، لدرجه انها اخر مره احنا يعني في الانتخابات الحاليه احنا كنا بنقول كل واحد عاوز يجلي صوته بره يأيد نفسه ويختار الوسيله اللي هو هيتواصل بيها مع مين؟ مع ان غرفه العمليات اللي موجوده في كل دوله. طبعا احنا الدول العالم كثيره ومنتشره بتزيد عن ال 140 دوله على مستوى العالم. نعم يا فندم؟ معاك يا فندم، اتفضل معالي النايب، اتفضل. بتزيد عن 140 دولة، احنا دلوقتي في كل دول العالم اللي فيها بتمثل فيها مصر بسفارة أو بقنصلية هناك، فتحت من فترة من حوالي 10-15 يوم أبوابها لتلقي رغبات اللي هيدلوا بالأصوات، وهو كل واحد بيحدد كيفية إدلاء صوته، سواء بالنت، سواء بالكمبيوتر، سواء بالبريد العاجل، ما شابه من هذا القبيل. طب يا معالي النايب، سياده اللواء ممدوح مقلد، احنا معانا في حلقه اليوم المستشار القانوني بالخارج وعضو الاتحاد العام للمصريين في الخارج المستشار محمد عبد النبي عماره. هو حابب بس يوجه سؤال لمعاليك. تحت امره اتفضل يا فندم. لا، هو مش سؤال، يعني هو طبعا تطبيق لكلام سياده اللواء النائب. هو فعلا الدستور المشرع تدخل وعمل التعديلات الدستوريه في 2019 تطبيقا لنفس الكلام اللي بيقوله معالي النائب دون، بما يتوافق مع طبقات المجتمع من التمثيل الدائم والملائم للمصريين في الخارج. دستور 2014 مظبوط، فعدله في 2019 والتعديلات الدستوريه نحن اليوم نجني ثمارها. ليه؟ لانها بناء على التعديلات دي هيتم التمثيل الدائم والمستمر في المجالس النيابيه للمصريين في الخارج، وبناء عليه اصبح للمصريين في الخارج صوت مسموع داخل مجلس النواب، وبالتالي هيتم ربط هؤلاء المصريون والنسيج الكبير اللي يزيد عن 12 مليون مصري بالخارج بالنسيج المجتمع من الداخل وربط المقيم بالوطن الام. ده تطبيق لكلام معالي اللواء، يعني هو فعلا المشرع، وان كنت انا احس ادعو المشرع لزياده هذه النسبه بدل من 8 مقترح. يدعو ان النسبه تزيد الى على 15 عضوه، وادعو المشرع ايضا لتغيير اللائحه الداخليه لمجلس النواب ليكون لهم لجنه خاصه بهم كمشابهه لجنه الصحه والرياضه لجنة وهكذا الصحة. فبالتالي حتى يتم ربط المواطن المصري المقيم في الخارج
والمساعده على استقراره اجتماعيا ونفسيا واقتصاديا، مما ينعكس على المجتمع المصري ككل. ليه؟ لان ال 12 مليون دول وراهم حوالي لا يقل عن 12 مليون اسره، وبالتالي لا يقل عن 30 او 35 مليون مصري. فاستقرارهم واستقرار هذا النسيج والقطاع الكبير من المجتمع المصري، وهيكون ده دور النائب البرلماني الموجود في مجلس النواب، انه يكون همزه الوصل وسفير لهؤلاء المصريين جميعا حول العالم، وليس نائب فقط لدائره معينه او ظهير سياسي معين، لا، ده هيكون يمثل هؤلاء ويتدخل حسب ثقافه كل دوله مقيم فيها المصري، ويتعامل بحساسيه حتى يشيل عن كاهل الدوله هذا الملف الحساس والكبير اللي الدوله بتعطيه كل اهتمام وبالغ واهميه بالغه جدا. فده تطبيق لكلام معالي اللواء، طيب مش سؤال يعني. نضم صوتنا لصوت معالي المستشار محمد عبد النبي عماره، لكن اشكر السيد اللواء ممدوح مقلد عضو مجلس النواب وكيل لجنه الدفاع والامن القومي.